دي ابرز النتائج. وعايز ابدا الحوار واسال الكابتن تامر عبد الحميد على مواجهات الامس. انتاج الحربي وبترول اسيوط 1-0 يا كابتن تامر، وادي دجله وكفر الشيخ 1-0، مصري وبني عبيد 3-0، المقاولون العرب والشمس 3-0. مباراتين اول ماتشين بنقول عليه فوز اقتصادي بالهدف الوحيد اللي عمله وادي دجله على كفر الشيخ. صحيح كان في نديه من كفر الشيخ لكن انتهت المباراه بكده، والانتاج ايضا راسيه فادي نجاح اللي صعدت بالانتاج لمرحله دور ال 16، بينما لم يكن الامر كذلك سواء في المصري وبني عبيد او في المقاولون العرب والشمس. نسبه التركيز كانت اعلى، الفروق الفنيه كانت اكتر، التوفيق بالتالي كان مع المصري والمقاولين اكتر من بني عبيد والشمس. والتعامل مع المباراه، يعني لما اتكلم على نسبه تركيز المصري قدام فرقه زي بني عبيد، لا الموضوع كان كبير، الجاب واسع، يعني الجاب واسع ومحدش قدر من بني عبيد ان هو يقلل الجاب دوت باي شكل من الاشكال. ليه؟ لان حسام حسن ومجموعته اتكلمنا وقلنا ان هم عندهم طموح الوصول للدور النهائي في كاس مصر زي السنه اللي فاتت، وبالتالي الفوز بيه، يعني هو حقق الانجاز دوت السنه اللي فاتت ولم يحالفه الايه التوفيق، ما قدرش الحقيقه ان هو يفوز بالكاس برغم ان بورسعيد كانت يعني نصبت خلاص الافراح والليالي الملاح، وكانوا مستعدين بشكل كبير او مؤهلين نفسهم نفسيا بفوز، خاصه الفوز بكاس مصر، خاصه ان اخر فوز لكاس مصر كان موسم 97 98. كنت موجود انت اعتقد يا كابتن؟ يعني كنا موجودين، ما شاركتش بس يعني كنت مصاب، رحت كده في فتره وجيزه لا تتعدى لثلاث شهور او اربع شهور، انما اتذكر ان كان موجود الكابتن عفت نصار في الوقت ده، وكان مشالي موجود في الوقت ده، وكان طلعت منصور موجود في الوقت ده، سيف داوود، كان سيف داوود، حمد ابراهيم، حمد مشالي، حسن نصر الله يرحمه، حسن نصر الحارس العملاق، كان عقل جل الله كمان موجود، كان يعني في مجموعه كده، تامر النحاس، وكان النحاس، صبري سليم، وكان صبري سليم، بس صبري سليم ده كان باك ليفت، موفق الباشا، وموفق الباشا، موفق الباشا كمان كان موجود يعني في من ضمن المجموعه، ووفق كان الالماني كروجر هو صاحب بتاع المقاولين دوت، بتاع المقاولين العرب، كان جه المقاولين العرب وبعد كده مشي، وبعد كده تم استدعائه. اللي بدا فتره الاعداد كان الكابتن انور سلام، هو اللي عمل الفرقه، هو اللي عمل اللي بدا فتره الاعداد كان في واحد سويسري جابه السيد كامل ابو علي، كان هو رئيس النادي ساعتها، وبعد كده ما كملش، قدم استقالته بسرعه بعد ما الجماهير ضغطت عليه. عبد الوهاب قوطة او الحاج ابو وهاب قوطة هو اللي تولى المسؤوليه بعدها، وكان ساعتها الحاج سيد متولي يعني في الكواليس رحمه الله عليه، اللي عمل الفرقه الكابتن انور سلام، يعني هو اللي عمل فتره الاعداد، هو اللي وقف الفرقه على رجليها، اشتغل بيهم في الدوري بشكل كويس اول لغايه مباراه الاتحاد السكندري، خسر 4 من الاتحاد السكندري، فكان القرار باقالته وتعيين كروجر مديرا فنيا، كمل الدوري العام ودخل في الكاس، كانت الدنيا مشيت بقى، كان الكابتن انور سلامه هو اللي رمى الاساس، وهو اللي حصد صاحبنا عمنا الاخ كروجر. نرجع للسؤال بتاعك، وضع طبيعي جدا ان المقاولين يكسب الشمس 3، خاصه ان فرقه المقاولين العرب عندها برضو الطموح انها تفوز بكاس مصر. شفنا امبارح عوده في تصريحاته، فده منطقي. وادي دجله وكفر الشيخ، اللي اتفرج على الماتش يعرف ان كفر الشيخ فعلا اول مجموعه بحري، فكان طبيعي ومنطقي ان هي تحجر قدام فرقه زي وادي دجله اللي بتواجه تعثرات كبيره جدا. ويمكن شفنا التصريحات ديت امبارح، بالرغم من ان ميدو هو اللي كسبان، انما طالع في اللقاءات ما بعد المباراه عندنا هنا في دي ام سي حزين، وعلى العكس عبد الناصر محمد هو اللي خسران بس طالع في اللقاءات هنا هوت مع دي ام سي انما مبسوط. والانتاج الحربي وبترول اسيوط يعني تابعناه بس مجرد متابعه بالنتائج، انما منطقي برضو، يعني فرقه موجوده في القسم الثالث، اي نعم تولى الكابتن محمد عبد السميع احد اكبر رجالات التدريب الموجوده في مصر خبره، فرقه زي بترول اسيوط املا طامحا ان هو يصعد ليهم من القسم الثالث الى القسم الثاني علشان يبقى تمهيد للشغل مع الكبار.